هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو. انا ادري ان الهوى عندي، ولكن انا ماني براضي وزعلان لحد الان الين يجون الشباب، ولا واحد معي الان، والمشكله كلهم جايين قبلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام، مرحبا ومسهلا، يلا حيه. هلا ابو سراج، شلونك؟ ساك الله بالنور والسرور. اعزائنا الله يبقيك، اعزائنا المشاهدين مساكم الله بالخير جميعا، مبروك عليكم الامطار اليوم، والحمد لله على كل حال، الله يسقي بها العباد والبلاد. يلا حيهم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. يوم جديد وطلالة جديدة وبداية فقرة في برنامج البزنس جديدة، تجميع النقاط اليوم في فقرة طبختين. الله يحييكم. اليوم عاد ما أدري الإدارة بتدبنا النقاط ولا ما تدبنا. في تدبيل يا الربع اليوم ولا خلاص أمس واحدة كفاية؟ لا، ها، يا رب، نقول يا رب. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب وما قصرتوا. طيب، جمهورنا الغالي والكريم، نستقبل مشاركاتكم وراكم في هاشتاج البزنس 48 48. نستقبل مشاركاتكم وراكم، وراح اسحب على 300 نقطه لكل متسابق له 100 نقطه. زين، هي اليه، في بعض الشباب يخليها 150 150، لا انا بخليها 100 100 100، بحيث ان البعض يعني من الشباب يستفيد، اللي مثلا ما تاحت يعني ما فاز بالطبخه، لعل عسى انه يطلع اقل شيء من فقره طبختين بشيء، يعني على ما قال ما يخليه مكسور من داخل. مرحبا بك يا نايف، يلا حيهم، حياك الله، شلونك؟ عساك طيب. فنستقبل مشاركاتكم وراكم، اكتب اسم المتسابق اللي اليوم معنا في الفقره مع هاشتاج البزنس 48. حياكم الله. محمد بن سراج، يلا حيه. من خويك محمد؟ خوي ضاري. ضاري السنيد. الله الله. نايف الرفيدي، يلا حيه. الله يبقيك. أول مرة تطلع معي نايف؟ نعم، يوم من أيام العيد يا أبوه. جعلك تسلم على كل حال. من خويك نايف؟ عايد الزايد. عايد الزايد. نعم. اليوم قزعي. نعم. اليوم اليوم نايف الرفيدي وعايد الزايد ومحمد بن سراج وضاري السنيد. في انتظار الشيف، حتى الشيف ترى بيكون عليه خصم يا الربع، لكن ما عاد به محاور. تدرون ان ذي بها درجات يا الربع، اسئله وتحديات، والله يوي. شغل مرتب على كيفك. خلني اعطيكم نبذه بسيطه، يعني يقول لك مثلا تسحب احد الشباب النايمين وتطلعه على البث. لك اقول لك لك 50 نقطه. احنا نضرب ذا اليوم. لا لا، ما عليك، لا لا، فيها ردي شان والامور طيبه، ما عليك. طيب، وين الشيف ابو علي؟ وين ضاري؟ وين الشله الباقيين؟ عاد الزايد، عاد غير ما شفته اليوم، ضاري قابلته والشيف قابلته. طيب مشاهدينا الكرام، انا بعطي الشباب 5 دقائق، انا رجال والله ما احب الانتظار، لا يعلقوني، يجون الشباب الله لينهم، ولا تراني بغير الفقرة لريالتي وصلى الله وبارك. نطلب لنا غدا من المطعم ونتغدى ونستانس، ولا لا؟ هذا كلام كريم. نايف، عطنا بيتين يجعلك تسلم. بيتين؟ اسلم. يقول هيم في حبش من يشوف عينيش. عينيش؟ أنا أشهد إن عينيش للناس بلوى. بلوى. لو شافها عتيبي بيقول بكذا ويش، ولق حطاني ان شافها قال حلوة. الله الله، يا سلام، هذه لك القصيده يا نايف. الله صح الله لسانك. صح ابدك. مرحبا يا ضاري. عصافير ذي اللي بخاف، هذه عصافير الحب. الله، هذه عصافير الحب. قايلها نعم. طيب شباب، انا بعطيكم سؤال واحد. الله يبارك فيك. بعتك سؤال واحد، بما ان الوضع، شوف السؤال ذا لكم يا الثلاثه، قبل يجون، قبل يجي الشيف وقبل يجي عايد، واللي بيجي مرحبا. التحدث باللغه العربيه الفصحى لمده ربع ساعه، هذه واجد، بخليها لمده دقيقتين.
واللي ما يطبق بيكون عليه خصم 50 نقطة. واو ممتاز. واللي يطبق بيكون له 25 نقطة. بيضل. اللي ما يطبق خصم 50 واللي بيطبق 25. ممتاز. السلام ورحمة الله. من عنده استعداد؟ أنا عادي. طلق حجاجي. محمد. حياك الله. كيف حالك؟ عساك طيب. الله يحييك أبو علي. أبو علي أنا تحديت الشباب. قلت اللي بيتقن اللغة العربية الفصحى لمدة دقيقتين. ليش ما تخليها 5 دقائق؟ لا لا دقيقتين عشان التايمر الوقت ها. إيه. هي كانت ربع ساعة بس خليتها دقيقتين. بيكون له 25 نقطة واللي ما يتقنها عليه خصم. أنا متأكد كلهم بيتقنوا. أحد عندك؟ هذي مسوينا. يعني قل والله. قل والله مسوينا. بس بدون نقاط. تم 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 تم. هذه نقاط. خلنا نبدأ من عند محمد. يلا. أبيك تسترسل. تعال هنا. خليني اتحرك واسوي. اي تحرك واسترسل وسم مس عليهم بالخير وشاركهم في الهاشتاج البزنس 48 ويتكلمون يعني كلمهم وسولف. مساكم الله بالخير ايها الجماهير الغفيره. ومحمد لحظه خليني اعد التايمر. كيف حالكم؟ نحن الان في فقره المطبخ. نعم انا وبجانبي صديقي الاستاذ مفلح المشعلي. يا هلا يا اهلا وسهلا. نحن الان بانتظار الشيف وتعليماته وصديقي وحبيبي ضاري. نعم. ومنافسي اللدود والعدو الحلو والعدو الجميل نايف الرفيدي. جماهيرنا شاركونا في الهاشتاغ الثمانية وال وصل وصل صح صح عليك صح الثمانية والأربعون واكتبوا لنا تعليقاتكم ولا تنسونا من ذكر اسمي يجيني نقاط. يوم الاثنين بتاريخ في يوم الاثنين يناير في تاريخ 23 يناير 2023. نعم لا تنسونني من دعواتكم ومن تعليماتكم. وشرفنا الاخ عايض آل زايد من دولة الكويت المجاورة. اهلا وسهلا الاخ العرب. ارحبوا يا رجال. كمل بعد. ايه كمل راح. نعم. باقي دقيقة وانتظرون في فقرة جميلة جدا بمتسابقين جميلين وبمقدم اجمل وبشيف اجمل. هذا في اجمل اجمل تستاهل 25 دقيقه. والله مبدع. الله يسلمك. الله وجهك. مبدع. الحب. يلا حي الرجال. كيف الحال؟ طيب ابو علي تعال تفضل. 25 نقطة يا شباب لمحمد بن سراج. الله يبيض وجهك. المحاور الثاني بسألها ضاري ونايف وعلي. يلا حيه. حياك الله. كيف حالك؟ يا مرحبا. عساك طيب. الله يبارك فيك. ابو علي اليوم احنا نطالب الإدارة انها تخلي الطبخة حلا يا اخي على طول حلا. عاد انا ذقت حلا رجعت تذكره الكنافة اللي بالبستاشو كذا اقسم بالله بطلة تنعاد ان شاء الله. معادل بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يطول عمرك. تفضل مايك لك يا وعلي. راح نسوي القرعة اول حاجة. نمسي عليكم بالخير جميع. الله يسعدكم دنيا واخره. قول امين. امين. طيب نسوي القرعه. اليوم الطبخه سهله ولا صعبه؟ والله شوف بالنسبه لعالم المطبخ ما في شيء سهل بس الوقت. الوقت يساعد. اليوم الوقت كم؟ الوقت يساعد الشخص اللي عم يشتغل. طيب الوقت اليوم ما راح يتعدى 20 دقيقه ربع ساعه 20 دقيقه الحمد لله. يعني هذه القرعه سم. نسويها بسرعه. يلا اللي جاء له القرعه يا دكتور. شيف دكتور انا ماخذ بخار اليوم وقلت دكتور. اللي تجي عليه اللي تجي عليه القرعه راح يصلح لنا حلا التراميسو. تراميسو الحلا الايطالي المشهور. اي نعم تراميسو. 5 دقائق ما يحتاج 5 دقائق. يعني اللي تجي عليه القرعه الطبخه البارده. اي نعم تراميسو. هيا يلا 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 روح يا عيني اذقك. تعال هنا حياك. اي ماجور. اي والله بارك. ماجور ماجور. لحظه لحظه المايك مقفل. ماجور الله يبارك. لا انا حافظها والله. خصم على عائد 33,000 نقطة. ابراهيم لين يوم التصعيد. ابراهيم ابو ابراهيم بس تبعها ادعي كويس بس هو قربك خليه يطلع. مالي شغل فيه. سلامتك شيدك. ها؟ تهاوشت انا مع الاسد. مع الاسد. والله 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 انك والله انك كفو. رجعت وجهك. والله انك كفو. واضح ما شاء الله من القديم واضح. طيب شو الوضع يا عيال؟ انا دش اكلم المخرج. طيب لحظه بسالكم عشان بحلل. انت ايش تبي الطبخ ايش؟ مايكك مقفل خالص. تفضل. راح ادب الطريقه خالص غيره. تعال تعال هناك. هلا بس عادي عادي معلش اخوي. يا الو عليك يا ابو
ضبط يقول حق عايد ولا باقي؟ ضبط ما ضبط. باقي راح غير المايك. الشبال عاد يقول مايك. يقول الشبال عاد يقول مايك. يا نايف لا تغلد. طيب لحظة دقيقة لحظة. أنت من طبخ الحارة ولا؟ بعطيك قلم بعد شوي. أنتم. الحارة هو شيء. شيء خفيف برتها. لا. هو علمنا البارد. لا. علم الحارة. علم. زنجر الدجاج. اوه لعبتك لعبتك انا عارف كنت كنتاكي واجد يلا لعبتي زنجر دجاج لكن هو بارد ايوه انا بعد ابغى بارد طيب ايش دراك من هنا البارد؟ انا ما ادري طيب عد القرعه عشان ما صح لحظه انتم شايفين يعني قبل بالحلال يدك فاتحه ذي اوه معليش يا اخي والله البهوه وماسك السبحه ومسوي كل ثقه يقول ايش دراك؟ ايش دراك؟ ما ندري يعني يلا معليش الله يهديك الله لا خذ البارده الله يلا تبارك الله يهديك مستحيل من هو؟ خذ البارده هناي انا هنا يلا ايش دراك؟ شفتها انت تبي البارده ولا الحر؟ يا رجال اللي بيجي من الله يلا احنا انت ايش تبي بسرعه؟ انت ايش تبي؟ البارده البارده طلع لنا ارنب لا احنا عاوزين على القرعه يا ابو سعد على القرعه والله على القرعه خلاص خليك الحاره يلا يلا الصدام يلا ما اشوفك شيء الصدام لا راح شو اخذ نايف؟ نايف الرفيدي وعايد الزايد الطبخه البارده. حلا اخسر مسهل في من هذا زياده؟ طيب لحظه 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 لازم اخسر لحظه الله يشرح كل شيف اشرح لها لين يجي عايد والله ادري انت تشرح هناك اي عشان لين يجي عايد لا انت عليها الطيب يا القصاد لانه زنجر تشيكن ما يصير بيض احنا حنسوي خلطه عشان نصلح الزنجر يا ابو سعد تفضل نحتاج صدر دجاج ودقيق وراح ناخذ من يا سيف بهارات مقدار بهار مشكل للدجاج وبهار ابيض بابريكا ثوم باودر والزنجبيل الباودر حلو هذا اللي كلن على قفشه 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 نعيد المكونات صدر الدجاج ابو علي يعني اليوم الطبخه خمس انواع من البهارات إيه نعم. بهارات مشكل بهارات ابيض بربيكا ثوم بودره زنجبيل مطحون نعم هذه الطبخه الحاره نعم اذا إيه. حبينا سبايسي بنحط الباودر سبايسي اللي موجود في مقدار عندهم أوه. نوعين بابريكا في في واحد سبايسي واحد بارد هذا يا ابو علي تسلم إيه نعم هذا ممتاز لبيت حاج والله ما ودي تعبك لكن والله اللي كفو الكرك جاله طاري والله يحي عينك يا رجال تفضل الله وجهك ابو نسوي الخلطه هنا اول حاجه نقدم الدجاج ملح بهار ابيض خلني اسمع لك حرف بهار ابيض بابريكا يعني من كل بهار شوي على الدجاج تمام لحاله ونحطه على طرف حلو ونعطيه شوي صوص مسترد خردل شوي لا تكثر من هذا هنا راح نصلح الخلطه اللي راح نغمس فيها الدجاج ونقليه طيب راح شغل لك الجهاز منهم إليك المقله اللي هو تقريبا 3 او 4 في 1 شبك لي الكهرباء حقه الخلطه عشان نصلحها بحط الاربع ملاعق دقيق في وعاء عميق نضيف عليهم نص كوب ماء وحبه البيض والكربونات الملح وبهارات قليله من كل ماء نص كوب ماء وهذه كلها اي نعم عندي ليمون عصير ليمون كله وخل مع بعض باكنج باودر كربونات كربونات هذا كربونات الصودا ايوه الملح ملح شوي ها ملح شوي طبعا إيه؟ عشان ما يملح الاكل معك حلو تمام اربع ملاعق دقيق والبيضه حبه البيض وبخلطهم بصير عندي صوص سميك حلو بصير عندي هنا صوص سميك زي السحلب إيه؟ عشان تعرف السماكه اي عشان تنزل فيه الدجاج وبترجع بتحطه على دقيق ناشف حط الدقيق هذا كله مو كله انا قلت اربع ملاعق اربع ملاعق سجل عندك اربع ملاعق اربع ملاعق اربع ملاعق بالاضافه لنص كوب ماء أيوة. وحبه البيض الليمون الباكنج باودر او الكربونات الصودا والملح وقليل من البهارات قليل شيء بسيط لا اقل اقل اي اقل نخلطهم ويصير معنا صوص سميك حلو نغمس فيه الدجاج اللي تبلناه هنا ايضا نغمسه ونرجع نحطه على الدقيق الناشف وعلى المقله على طول بالمقله راح ياخذ معك 7 دقائق الى 8 دقائق بس مش اكثر فوقه حاول الدجاج تضعفه شوي تخليه رقيق يعني نقصه ولا نخليه كذي ما تقصه لا تدقه وتحطه داخل النايلون هنا
مثلا تفتح الحبه هنا داخل عايده الزايد وينك في السكين دق بسيط من عايده الزايد يا شباب بس طول. عشان تفتح الفرد الهادي مع الخل مع هنا بعد ما تخلص يعني لا لا الان بتبل الدجاج اتبله بخرده بس شوي خردل وبهارات وملح اي بعدين احطها في الخلطه وارد هنا اي نعم حلو فوقه سبع دقائق هنا شبكت طيب الجهاز انت وهذا الجهاز او شو ما اشتغل شغله بسم الله لبيب بشر يا نايفر فيدي انا احبك على الصعيد الشخصي لكن راح افوز عليك اليوم مدان يا حمدان يا انت وحلا مدان يا حمدان احنا سبايسي انت مسوي لك شيء خبيث احنا مسوين سبايسي يطبخ بالمخ وخلايا جايين الحين ترى ميسو ما ذقته في حياته ميسو انت راح زين ترى ميسو بسم الله انا كل ما اجي الجهه هذه خرب لا شك شو رايك نبدل هناك هذا القدر اكيد فيش في مشكله فيش تكفى الزيت ما انا بعرفينه الزيت اشتغل ها ايه تمام خلاص راح تفتحه وتحطه على الدجاج هذا الدجاج وبختار الوقت اي والله البنايد يا ابو ناصر يا نوم عيني يا ابو ناصر احتفاظ بالحراره في ربي يدخلك الجنه انا وياك والمره والمره الحين الوقت تضغط وقت وقح يا نقص انا لازم لي مشاركه يا خلاص خليه يحمل انت عير الوقت حط لك يا علي بس المشاركه اللي في حدود انا اوش بس انتبه على الجهاز لازم يحمل مثلا يا ساحب ولا نقط وانت سحب اني اسحب معك بعد اذنك شوي يعني. تفضل يا شيخ الله يسلمك تسجل ابو علي صل على الرسول ملاعب بيجي عادي راسك تسجل سوا ملاعب بيجي كبيرة اسمع انت اسمع ايه الكبار تراني سمعت دخل محمد اليوم ضبط لنا الكرك على يسلم ملاعب اما انا اعطينا نقاط ولا خلانا يسحب الاتاج اقول اعطوه نقاط يستاهل خليها سميكة لا مو بنقاط انا ما اقول لك اني بنقاط ها واسحب للربع ها تم 300 نقطة عندك يا ابو ناصر مصيرك في يدي يلا ابو ناصر ابو ناصر كم ابو ناصر اصلا احلى واحد في الدنيا ابو ناصر عمي عمي احبكم نايف البسه زين لها اعطيني هات اني والله العصبة تتخرب نايف يصلح لنا محمد ناصر يصلح لنا الكرك انا اليوم خرمان كرك لازم البسه انت مشخصنها سالم معك ليش؟ في شيء شنو غاندي؟ اي بيجي كلاس يرضيك يقول بيجيك كلاس يرضيك ها خربت الاصبع يا خبي جاء له ما يا رباص سلمني عليه كيف الاصبع يا ابو يقول بورد على بدون تحيز ما عندك مشكله بوش يقول بورد عليهم اليوم سالم ايه ليه نتمنى خلص نتمنى انه يصنع ويقول اوه والله تحدي يا سالم اصبر يا محمد لهنت ما بعد بدينا ابو علي عايد طول شباب عايد وينه طول اشرح لي اشرح لي يلا خل الشيف انا يلا يا عايد عايد الزايد خل عايد يجي يا شباب اشرح اي شيء اشرح هناك عايد اذا مرحب وراك طولت عايد تبي البدله الاسبانيه ولا ها جيب لي انا اشهد انك تسنح يا ابو ناصر كني ادري طيب ابو القلم بس والله تفضل الجماعه اي والله ولا ودي انكم تبدون انت سجل ولا ترى بيخصمون والله يا ضاري والله بيخصمون يرسلون اثر على الشيء الاعداد ربحان ولا خسران لا ربحان ان شاء الله ان شاء الله على طول تفضل عشان اصلح التراميسو بحتاج
بسكويت او شابوره، شوكولاته سائله، وكيك شوكولات شوكولاته، اي نوع كيك ما في مشكله، نسكافيه، جبن كريمي بدون ملح، وحليب نص كوب. اول حاجه هذا زي الشابوره بس هذا اخفف نوع. راح كسره هذا بالكيس، وهو بالكيس راح كسره بطريقه هي، تخليه خشن، عرفت؟ خليه خشن، كسره، تمام؟ يصلح مع الكرك مثلاً. يصلح مع الشاي، مع الكرك، أوكي. مع القهوة يصلح. ما في مشكلة. خلاص هلا تحرسه ولا كمر نبي. حبيبنا كسرنا هاد وأضفناه هنا في الوعاء، وأضفنا معه نص كوب الحليب. الكواب. وهاد بخلطه بقليل من الحليب هنا. بصير معي نسكافيه. حط حليب هنا. إيه بس ضروري تغسل لي هدول. هدول غسلهم قبل ما تشتغل فيهم. راح نضيف هذا هنا ونضيف عليه الحليب ونحركه ندوبه بالحليب. اوكي تمام. بس دوبنا هذا النسكافيه بندوبه بالحليب، حلو. بكوننا مكسرين الشابوره هذه وضايفينها هنا، تمام. انتهى. بصب عليه النسكافيه اللي انا دوبته بالحليب، تمام. وبضيف عليه قليل ملعقه شوكولاته، وبضيف الكميه هذه كلها الجبن الكريمي هنا. بصير عندي عجينه، حلو، كتلة عجينة متماسكة، ترى مش خفيفة، متماسكة. باخذها بسويها كرات إذا حبيت، أو بحطها بقاع الصحن إذا بدي أسوي أكواب. بقاع الصحن بحط عجينة شوي، إيه، أول طبقة عجينة، ثاني طبقة ملعقة شوكولاتة، وبسكر عليها بطبقة ثانية، وبحط لها الشوكولات كيك، تمام. وهيك بتكون جاهزة. بحركها شوي برشة كاكاو، تمام. اذا بدي اسوي كرات، انت الافضل انك تسوي اكواب. انا بسوي اكواب بتكون اسهل. تمام. اول طبقه قلنا من العجينه اللي سويتها. اول طبقه من العجينه، من العجينه رشت كاكاو عليها. طبقه العجينه خليها هنا، ايه، بسمكه 2 سنتي. ايوه. رشت كاكاو عليها، ومباشره بنزل بملعقه شوكولاته سائله، وبقفل بطبقه ثانيه من العجينه. دي طبقه رشت كاكاو اللي ما حطها فوق هذه. هذه بالاخير فوق تزين فيها، تفرطها فرط. بس معلوم. تمام. تفرط لي اياهم هنا. بس معلوم. فرطون وتزين فيهم الوجه. بس كل طبقه عجينه عاوزك ترشها بكاكاو. كل طبقه عجينه، تمام. لحظه، طبقه عجينه رشه كاكاو، شوكولاته سائله، وبعدين بسكرها بطبقه عجينه ثانيه ورشه الكاكاو والكيك. طبقه عجينه، طبقه عجينه ارش عليها بكاكاو، واحط طبقه من شو اسمه هذا. خلاص دوبناه، هذا دوبناه بالحليب وصبيناه مع العجينه. كاكاو، طبقه كاكاو، حط كاكاو، شوكولاته، طبقه عجينه، حط كاكاو، عقب اخذ من هنا، حلو، إيه؟ اغطيها، إيه؟ عقب احطها. قبل لا تغطيها حط شوكولاته سائله او نوتيلا، إيه، قبل داخلها الحشوه. اي اوكي، إيه؟ هي مو طبقتين، حشوته شوكولاته سائله. خلني اكتب والله يا اجل، ما قاعد ابدا. عرفت، اكسر تقطيع. اي اي اكسرها ثنتين صح؟ ها ثنتين ولا واحده كافيه؟ كسرها، شوف لازم تفرط معك. ما في كذا، ما في كذا، ها كذا كذا. بالنجر. اكل يا ابو علي. بالنجر يلا جيبه. شوف هذول بنفرغهم هنا. شوي شوي خليه يخلص منها. ازهل ازهل يا ابو علي. روح على الارض. ابو نبلش لا بينكسر هذا. ايوه. لا ما تبلش. حتى ابو سعد يقول لك بدا التايمر تبلش. طيب لحظه لحظه لحظه. ها؟ كم مدته التايمر يا ابو علي؟ التايمر قلنا 20 دقيقة. 20 دقيقة. يلا يا شباب 20 دقيقة. إذا بدأ التايمر علمونا عشان خلي الشباب. خلي الزنجر 7 دقائق. بيجهز. أصبر أصبر أصبر. بس تبل بسرعة. يلا تايمر. إيه. شوي شوي لا تكتر لا تكتر. نعمل بس. إيه. وشوي خردة بس ها. يلا يا شباب 20 20 دقيقة. يا أبو زيزة. ما سخرني. ما أعرف إلا. هذا حلا بارد. هذا الآن بيحتاج براد وثلاجة. بس طقطقها بوكسات شوف لي اياهم بالفايل. يلا 3 2 1 انطلقوا يا شباب. التايمر طالع امام مشاهدينا الكرام. جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة. عيشوا اللحظة مدام
تحيتنا على الوضع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. يا محبين التجدد في البرامج تابعونا، والحلو ما هو بزامج، بمجال الابداع لا الابداع دامج، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة. بزنس اثنين التحدي يا جماعة، مستمر في كبر قدره وارتفاعه، ولا يفوتك حتى ولو نصف ساعة، واقعيتنا على الواقع جميلة. حي والله عينك يا ابو ناصر، سلم. والله عليك يا ابو ناصر، بيض الله وجهك. ابو ناصر سوى لنا الله كركن غايب من شيطانه. تاكد ابو ناصر، انا 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 اشوف انك لازم تحط لك منتج كرك في الرياض على مستوى الخليج يا شيخ. والله اني تصدر السوق يا شيخ، الكرك ذا كايف. انت سالم حزام ابيع لكم بفلوس، ما في شيء ببلاش. والله اني خلاص ازهل والله بندلع. وشو ملعقه؟ ملعقه اي عطنا، عطني من الملعقه. ششت انا والله العظيم اني تبغوني عيال. لا لا ابو ناصر صدق، والله والله العظيم اني اشوف انك تفتح مشروع كرك. شكرا الله بسعدك. لازم المشهور، انا اشوف ان المشهور الشاطر هو اللي يستغل شهرته في منتج خاص فيه. نعم. مثلك انت الان الله يذكره بالخير سعود غربي. اي بهارات شوف الحين. نعم. ما شاء الله وين وصل ابو فزع ابو عزام. يستاهل والله. ضاري ثبت. خلاص يا سالم انت واحمد بيجيكم كرك، اثنين كرك. عشت عشت يا عمري يا الكيوت. انت اغلط وين غلط؟ مو برا وين برا؟ يلا بسم الله. الشباب الان بدوا. ريمي حمي هذا شباب كم باقي على التايمر؟ اوه تمام. قال خلطوها تونا مبلشين نحطوا هنا حليب. ترى بامكانكم تخلصوا انتم الفريقين اقل من 10 دقائق. باقل من 10 دقائق بتخلصوا. الله يسلمك يا ابو ناصر. سووها قصه وهي بسيطه. ابشر. هي نزيدها حليب صح؟ ها هذا كيف زينه؟ سؤال بعشر نقاط. لا لا عرفت عرفت عرفت. لا تسأل ولا سؤال. انت الان سجلت صح صح انا مسجل وشرح. اخصم منه. نعم اي عايز زايد. اخصم منه اخصم منه يا ابو علي. لا يسألك واجد. ايوه. ايه زين هذا ضبط هذا الوقت. الوقت هذا جاهز. نكسر عجينه حط الوقت. الوقت على القلي. صب 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 صب. حلو ترى هذا الجهاز اصلا ذكي من نفسه. اذا حمي الزيت بيفصل، اذا وصل درجه حراره 200 بيفصل كذا. ابو نبغى له شوي. شوف صح يا هذا حيت هو اللي هذا غير ما بتفوز ابن عمي. يا نوم عيني. اشيل هذا جاهز اقطه يا الجمهور. الجمهور مفتوح عشان اقطه. اقطه ابو علي عندك صندوق. اقطه اقطه بعدين نحط من ذا صح ولا ثبتها على حدايد. شو كيف تثبت على الملعقة؟ لا 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 اقليها اقليها. لا ما تحط ملعقة. هذا ينقفل؟ لا هذا اللي هذه عريكة هي ابن عم. هذه ما احتاجها ابو علي؟ لا والله صحيح والله عشان الناس كذا خلونها كذا. اقليها وكلها احسن. خلاص. لا اوكي. بيدك بيدي هات. لا بيدك بيدي. عاش ابو سراج. لا بيدي انا لابس قفازات. عاش الوحش ابو سراج. خلاص يلا رص بالكاسات بعدين احط. يعني تخيل طابخ طبختي قاعد اخور عندكم وطبخه حاره. تخيل. لا تخور يا معود. فكله 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 عندي فكله. يلا يلا شو يعني تخور؟ والله ما ادري. حضر اي ذا كله حطه. يلا بسم الله. السؤال عند داري. تفضل. ايه خليك سريع شوي. ياي خله عندي. ابعد ابعد ابعد. والله سوى سوى سوى. اول سؤال يا جماعه الخير
يقول انا اقول إن عليه درجه الله والله لا مخرج اسمع يا نايم حر عليه درجه انا اقول إن عليه درجه ايش هو شو عم تصلح الان انت حملك حلمك الاكله الايطاليه مو الاكله بعد الله لما كبرت ولا تغير نعم ترى ميسي تحقق من اجمل السجوله في ذنوب تصبها نعم اعوذ بالله الصج يا طويل العمر والسلامه ان احاول اوصل موهبتي لاعلى صدى ممكن هذا حاليا الحين وصلت موهبتي لاعلى صدى وما زالت الارقام تتحدث تبي تشذي؟ ايه تهوشت مع الاسد القطب الجنوبي وشمخني اشوف والله العظيم انها والله انها لعب فيك جاني نقز علي ادخل صار البري حلجة. البري ما به قطب جنوبي هنا قطبي جنوبي جانا نقز من مع النفوت اي من التله اللي ورا اللي اول نقز احط جاب من فوق الهنجر دخل هنا اي وعضلي اشق حلجه ويموت مات وين هو ذا الحين عشان نستفيد من نايف الرايد عند ما انت الاسد يا نايف طيب الجلد حقه والله الجلد بس تبغى لا على نايف لا المريول ذا طيب شكرا لك يا يعطيك العافيه طيب لا صدق والله عندك حلم اي والله اني احاول اوصل موهبتي على اللي هي الانشاد الانشاد هنا طيب بما انها انشاد اعطني بيتين الحين؟ اي بيتين بس على طول عشان الوقت تمام خلينا نضبطنا بصدى اعطنا صدى يا احمد بما ان كل مره نقول شيء لا نغير اليوم اللطف ايه اوكي ممتاز تبي احساس ولا؟ ايه احساس اوكي يعني خلاص قلبك أبد ما يبيني يعني نويت تحب لك شخص ثاني نسيت عشرتنا وذيك السنين يعني خلاص قلبك أبد ما يبيني نسيت عشرتنا وذيك السنين ليه يعني خلاص قلبك أبد ما يبيني مبدع اقسم بالله يا بعد روح بيض الله وجهك وجهك خذ لك 10 نقاط راح اسمع يا نايم 10 نقاط يا نايم 10 نقاط من الكنترول يا حبيبي شكرا طيب. الاتصال جاء تبون نصرح طيب الاتصال جاهز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو مرحبا مساك الله بالخير هلا مرحبا شلونك يا خالة بخير الله يسلمك عساك طيبة بخير الله يعطيك العافية يا مرحبا والله مسهلة والدك أم المتسابق محمد بن سراج أرحبي يا رحبا يا مرحبا مسهلة يا مرحبا يا مرحبا ترحب المطر الله يبقى يلا حيا يلا حيها الله يسلمك طول عمرك وش حالك رب ايش طيبه بخير يا قلبي يلا حي وش حالك يا مرحبا بهذا الصوت والله اني صادق يا مرحبا في ذمتي قول امين امين جاني والله بقد الصوت جاني الله يبارك الله يطول عمرك شلونك بشرني عنك ابشرك طيبه وبخير يلا حي وش حالك وشلون زملائك عساهم طيبين ابشرك طيبين وبخير كل شيء زين يا ما شاء الله تبارك الرحمن يا ما شاء الله الله يطول عمرك ما شاء الله ما شاء الله ايش حالك يا رب طيبه ابشرك حنا طيبين وبخير وانا اشتغل منكم ونتابعك ام محمد طيبه وشلونك ام محمد بخير الله يسلمك عساك طيبه بخير الله يطول عمرك ام محمد انت اكيد متابعه للبرنامج 100% اي والله متابعين ما نغيب عنه جعل عمرك والله يطول ان شاء الله ويرزق محمد في برك يا رب طيب ام محمد نبي لنا كلمه منك توجهينها للمتسابقين البزنس كلهم نقول الله يوفقهم ويسعدهم ويرزقهم من حيث اللي يحتسبون
صراحه صراحه مبدعين ولا يغيبون عن البث وخلي قلوبهم مع بعض وجعل ربي يسعدهم ويوفقهم. طول عمرك. طيب يا خاله وش رايك وش رايك في فقره طبختين؟ والله ممتازه ما شاء الله. الظاهر اني اطلق فقره يا خاله صح؟ والله انا اطلق يوم اطلق يا جعل والله عمرك يطول يا ام محمد الله يبيض وجهك الله يسعدكم والله خان التعبير والله سمعت صوت ولدي خان التعبير ام محمد عشانك سمعتي صوت ولدك ولدك له 200 نقطه الله يبيض وجهك الله يسعدك اي والله له 200 نقطه يا ام محمد يعني والله الله يسعدكم ويوفقكم يا رب العالمين الله يطول عمرك ان شاء الله يوفقهم أوصيهم على الصلاة وقاتها. نعم. والله الله 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 في العلوم الطيبة وما أدري إيش أقول لكم أنا صراحة أشوفها الحين أطالع وما أدري إيش أقول لكم. ضاعت علومي كلها. جعلني والله جعل عمرك يطول يا أم محمد والله يبيض وجهك إن شاء الله. وياك الله يسعدكم إن شاء الله الله يسعدكم. شكرا يا حمود يا ربي يوفقك ويسعدك. جعلني والله الله يوفقك. أنا والله مشتاقة لك يا عمري يا جعلني ما خلا منك. جعلني والله فداش بعد صوتك ومكالمتش هاي دفعة معنوية أسبوعين قدام. الشيء البرنامج كله. البرنامج كله. جعلني والله قبلك. الله يسعدك إن شاء الله الله يسعدك يا ربي يطول عمرك. سلميني على نفسك وعلى إخواني كلهم. الله يسلمك سلمني عليك وعلى زملائك يا ربي يوفقك. الله يسلمك يطول عمرك ويحفظك. طول عمرك يا أم محمد وفي أمان الله جعلك ما تشوفين شر. ما شاء الله والله العظيم انه ممكن نقول افضل اتصال مر علينا لحد الان يعني والله الله يطول عمرها الله يطول عمرك وشباب اتمنى ال 200 نقطه هذه تعتمد خلاص هذه 200 نقطه لمحمد بن سراج بعد اتصال ام محمد بن سراج وكلامها الزين للمتسابقين ولمحمد تقول اليوم انا اسعد انسان يوم شفت محمد الله يقر عينه فيها يا رب عينه فيها اي والله اي والله منا كلنا الله يطول عمر ام محمد 200 نقطه لمحمد بن سراج والله انها افضل لحظه واطلق يوم ذا اليوم اللي اسمه ها نبيك تفوز فوز خلاص مره الفوز بكلمه امي جعل امك طويله الله يطول عمرك اي والله اي والله هذا الكلام طيب شباب هذا الحين انا اختباص ما ادري ايش اسوي وقر الحين خاف وقر ابو علي هذه نحرها ولا على طول نحطها جمهورنا الغالي 300 نقطة أبو علي راح نسحبها بمشيئة الله نهاية الفقرة لكل متسابق 100 نقطة مشاركتكم في تاج البزنس 48 اكتب مثلا ضاري بن سنيد بدون تكرار الاسم بدون إضافة نقاط مضبوط الله يعطيكم ألف عافية شكرا لكم طيب وكذلك خلنا بنسحب من الأوراق خلاص بسحب من الأوراق خلونا نشوف سؤال نبي لنا سؤال هنية علي أرب عليه درجات الله طيب هذا السؤال والله لا لا عادي يرجع عادي حتى كذا اوه يا المنظر عادي شلونك الله يعافيك حمودي يزن لونك يلا حيه الله يبقيك حمه كيف ادائك عاد البرنامج اللي راح والله اداء ان شاء الله ان شاء الله لحد الان والله ما زين طيب كيف النفسيه معك الان اوه جميله 10 من 10 ولا 9 من 10 نفسيه معي الان 6 لا بعد مو 6 والله 4 4 من 10 انا باذن الله بخلي نفسيه الان عايد 10 من 10 عطنا الاتصال الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه وشلونك يا ام عايد ارحبي خير الله يسلمك الله حيا مرحبا ومسهلا الله يحييك كثير رب طيبه يسلمك الو طيبه طال حالك خير كيف وجهك حالك الله يعافيك لا بروح الله حيا الله يحييك كثير يا ابوي ايش اخبارك كيف والله بس لب والله روحك ايش حالك يا ابوي عساك بخير مبروك تسليمك كثير الوقت يا حبيبي الله يبارك في عمرك جعلني ما خلا من السنين طيب علومك الله حيك ولا منك يا ابوي ويحييك يجيك رب العالمين طيبين في بيتك وكنا نتابعك وكنا نشجعك وكلهم يسلمون عليك مشتاقين لك الله يسلمك وياهم الشر لبه والله كبدس وكبدهم
كيف بدك؟ والله روح سلوكم مساكم طيبين. والله بخير بدير قلبك طيبين. معليش معليش من البرايمات معليش من البرايمات. ترى سامي يحطني عشان يدني برجع. في البيت ما لسه برايم. لا ان شاء الله الاسبوع هذا ماني في برايم باذن الله. عني في زوجها كانت كفو قدها. جارم جار الله يحفظك. انت قد الهقوه احنا هاقين كلنا هاقين فيك وانت قد الهقوه. جعلني والله ما خلى منس لبى والله روح سامي ربيت العلم وش حالك انت عساك طيب؟ لبى والله كبس. أم عايض مساك الله بالخير. مساك الله بالرحمة. وشلونك يا خالة عساك طيبة؟ طيبة طبعا. كيف كيف الأجواء هم في الكويت الحين؟ كيف الأجواء عندكم في الكويت يا خالة؟ عليكم أمطار؟ الحمد لله والله الأجواء باردة بس الحمد لله. الحمد لله. طيب كلمة متسابقين أخوي عايض. نبي كلمتك. في وحدة إلا لولدي والمتسابقين كلهم عيالي. الله لا يفرقهم ان شاء الله وعلى ودائما هم ان شاء الله هم على قلب واحد. لا يزعجعكم كلام احد ولا يفرق بينكم احد وخلكم على قلب واحد وهلا هلا بالصلاه. اهم شيء صلاتكم لا تفوتونها والفقرات لا تضيعونها ولا تقعدون تتابعون الكاميرات. الكاميرات ابتعدوا عنها ابدا خاصه عايض اوجه الكلام لعايض ولدي. الكاميرات ابتعد عنها نهائيا. نعم ابشر يا سمعت قالت؟ ابشري اسمع ذا النصيحه بدريك. وهلا هلا في متسابقينكم يعني هم تراهم بعد عيالكم ويحاولون قد ما يقدرون انهم يبذلون الجهد معاكم باذن الله باذن الله باذن الحي القيوم. جعل عمرك يطول يا عايض. وياك وعمرك يا ابوي وعايض وديتك الله هلا بعمرك وصلاتك يا ولدي. ابشري ابشري على خشمي. تامر على شيء يا ابوي. جعلني ما ابكي اسمع بالله سلامتك فرداس لا والله روح اسمع. يسلمك ويطول عمرك. لا انت يا عايض طول عمرك ما تشوفين شر. الله يسلمك وعمركم. مشكوره مشكوره على اتصالك يعطيك العافيه. الله ما قصرت يا ابوي ما قصرت. الحين نفسيات عايض 10 من 10 الان بلش ليرك مشي برا. الله يخليها لك ان شاء الله ويحفظها يا رب. الله يرزقك برا امين. سم برحنا الله يطول عمرها يا رب. الله يطول عمرها. طيب شباب شباب معلش بعد الاتصالات هذه التامر باقي عليه دقيقتين احنا بنزود ثلاث دقائق زياده عشاني انا خلوها خمس دقائق. المتصلين يعني اخذوا وقت الشباب يعني مشاعرهم مع الامهات وكذا بيض الله وجيكم. خمس دقائق بعد اذنك كشف يعني مع الدقيقتين خمس دقائق ثلاث دقائق عشان خاطر الامهات اي والله عشان خاطرهم الله يبيضك. يلا يا شباب خمس دقائق بالضبط واشوف الطبختين جاهزه قدامي. شباب النظافه الله يهينكم النظافه النظافه الله يبيض وجيهكم ويطول اعماركم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين نفسيه عايض ومحمد تب كلنا نفسياتنا والله لانهم امهاتنا. يلا لا نايف حي عين نايف وش قال بيتين بيتين والله نخليه بعد شوي على خشم عليه الطيب. ترى اليوم باخذ من قصايد واجد لان الظاهر اول مره تطلع معي. ابشر ابشر. يلا يا شباب يلا عشان يكون المحاور كلها في الجلسه نبي نخلص. يلا الله الله يا سلام. يلا يا شباب اليوم الاجواء ما شاء الله تبشر بالخير. يلا لك الحمد والشكر والثناء. يلا يا شباب دقيقتين واشوف الطبختين جاهزتين قدامي. نايف نايف عايد النظافه لهنتم. فايزين أبو, 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 ابو علي بعد اذنك انا اشوف ان الطبختين اذا جات كلها في الوقت نفسه حتى لو يجون ذولا اللي هو محمد وضاري يحطونها اخر دقيقه والتامر ما بعد انتهى اشوف ان الوقت كله متساوي. اشوف متساوي بيض الله وجهك لانه ما بعد انتهى الوقت. يلا يا شباب يلا بس قاعد ندلك وش هذا؟ هذا وش؟
مسكين هذا. لا لا طعزها طعزها بالشوكة. طعزتها لين ما طلعت روحها. طيب خذ خذ ذا الملاس انت ايش مسلطك على ذا الشوكة اللي عندي. خذ ذا الملاس يا ريجي. تايمر كم باقي يا شباب؟ كم باقي؟ دقيقتين يا شباب. يلا يلا نشف نشفوا هي نشفوا. شوف شوف يا نايف 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 نايف. شوف شوف عشان ما تقطع يا محمد. غيران غيران موت موت. عشان ما تقطع شوي شوي يا شباب. اوه نجحت خلاص خلصت خلصت خلصت. خلصت طفي الجهاز. انا خليك تفرق وانت ميت. ايه عايد شباب نايف. من هذا؟ يلا يا شباب يلا يلا ترى الوقت انتهى خلاص مو بلازم يرجع لك طعها هناك يا ترى باقي دقيقة. نعم ترى قبل وقت الشباب يلا 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 ضاري ضاري نظافة نظافة العيون والغاز. ثلاثين ثانية. هذه فرقة. لا تسقط لا تسقطون تفضلوا لا لا هاي ضاي خلاص خلاص نزل نزل اللي في ايديكم نزل في ايديكم نايف نزل ذا اللي عليك 10 9 8 7 3 2 1 بالله يا مخرجنا قربنا على الاكلتين طق الجرس تفضلوا بسحة قرب لنا يا مخرج على الطبختين اللي هي الحلا يلا شباب خلاص طيب مشاهدينا الكرام الان بقيم شيفنا ابو علي على الطبختين اللي هي الطبخه الحاره والطبخه البارده وفاصل ولا تبعدون بنرجع معكم ونواصل ولا تنسون تشاركون في تاج البزنس 48 ورانا 300 نقطة بنسحب عليها فاصل نواصل ابتدى رسم الخريطة وابتدينا للمشاهد من غلا وش وجينا تابعونا واتركوا الباقي علينا واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة التحدي والتنافس والفكاهة والثقافة والأصالة والنزاهة والنصايح والبساطة والنباهة واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة واقعيتنا على الواقع جميلة في ثلاث شهور تجمعنا المحبة من يحب ربنا كل يحب فيكم تزينا القوة في أهل البزنس كفو السوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هل البزنس كفو طونا كل وقت حية عامنا بشاذلية ضيفنا يالله حية يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية لين تتويج النهاية للتحدي فيه
البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي، يا هلا وكل من له قلب صافي، هلا 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 فيكم تزين القوافي، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو. هذا البرنامج برعاية بين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا هلا في كل وافي، يا هلا وكل من له قلب صافي، هلا 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 فيكم تزين القوافي، يا هلا البزنس كفو، يا هلا البزنس كفو. الصدقة الجارية في البلد الحرام، السهم الواحد 150 ريال للفرد. يا باغي الخير أقبل، اللي يبي الخير ويبي يتصدق ويبي يثبر مع الله سبحانه يتصدق بما تجود به يده، أقل سهم 150 ريال تصدق. يلي على درب السنع والخير تبغاه، ابشر يجيك العلم واضح طريقه، في مصرف الراجحي والحين تلقاه، اوضح من نجوم السماء في بريقه. كلنا نبغى نتبرع في هذا الوقف، خلوني اعلمكم شلون الطريقه. ادخل سلمك الله على تطبيق الراجحي، اختار التحويل، بعدها تحويل لجمعيه خيريه، اختار جمعيات البر والخدمات الاجتماعيه، اكتب في الخانه جمعيه البر بالمضيلف، بعدها اختار حساب الوقف واكتب المبلغ اللي انت حاب تساهم فيه، اضغط على زر التأكيد، راح توصلك رسالة مباشرة للتأكيد على جوالك، ادخل الرقم وعسى الله يكتب لكم الأجر والخير، وبعدها ارسل علينا إيصال التبرع على الواتساب. سلامتكم جميعا. وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام أجر لك في حياتك وبعد مماتك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم. الصدقة بركة تدفع عنك البلاء والهموم والغموم وتطفئ غضب الرب. تصدقوا، تجملوا مع أنفسكم في هذا الوقف الكريم. الطيب يجمعنا، تخفيضات 50% من الدخيل للعود، اسم تثق به.
مشتاق لك للأولين. إيه يا زين يا مول، اللحم دايم طازج وكل قطعة منه تقول الزين عندي تطبخ على قلبي. ولا تنسى البهار وضبط لي الكشنة. أوه عاد لو تحمر هالحمات الذايبة نذوب معها يا شيخ. ترى الموضوع مو بوهم ولا خيال، الناضج قدم لك لحم الطيبين بنفس طعم وطبخ الأولين، متوفر الآن بالنفر. اطلب من الرقم الموحد أو تطبيق الناضج الآن. لحم الطيبين لحم مدوزن، الناضج أطعم لك. تبي حلا؟ حلا نغي. الخطوة لها أثر والكشخة لها عنوان، ومهما اختلفت الأذواق هيبة دائما يرضيكم. في قلب الرياض جيناكم بالتشكيلة الشتوية الفاخرة، بتصاميم مميزة وبجودة وفخامة ما يختلف عليها اثنين. فخامة لك ومن يعز عليك. الطلب من موقع هيبة الإلكتروني، خصم خاص لمتابعين قناة الواقع باستخدام كود البزنس. المحاماة ليست مجرد علم، بل هي مهارة، خبرة، أخلاق ومصداقية. لذا نرحب بكم في مكتب سعودي الفائز للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية، يقينا منا أن العدل ليس بتطبيق القانون فقط، بل لحماية العملاء من المخالفات القانونية. جهزنا لكم فريق متكامل من المحامين والموثقين المعتمدين والمستشارين القانونيين لتقديم كافة خدمات المحاماة والاستشارات وكل ما يخص القضايا الجنائية وخدمتكم في كافة المجالات العقارية والمالية والعمالية والتجارية والجنائية وغيرها. وخدماتنا كثيرة وأهمها تسوية المنازعات وكل ما يخص القضايا العمالية، الضرائب وتأسيس الشركات، تصفية التركات، تحصيل الديون والتحكيم، وأيضا الأحوال الشخصية. مكتب سعود الفائز للمحاماة، وسيلتك لطلب حقوقك وحفظها. للتواصل سناب سعود 054-00-600-33، تويتر سعود الفائز 11، للتواصل 054-144-4422 أو 053-183-7090. هذا البرنامج برعاية لين تتويج النهاية للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوة، في يا هلا البزنس كفو. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي، يا هلا البزنس كفو. بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد، كلنا صايد وفايد. يا هلا البزنس كفو، ضونا كل وقت حية عامنا بشاذلية. ضيفنا يا الله حيا، يا هل البزنس كفو. من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة، عالم البزنس شطارة. يا هل البزنس كفو، الحماس من البداية لين تتويج النهاية، للتحدي فيه راية. يا هلا البزنس كفو، هلا يا هلا في كل وافي وكل من
كل قلب صافي. هلا فيكم تزين القوة في أهل البزنس كفو. مرحبا مشاهدينا الكرام، الله يحييكم، عدنا لكم والعود حميدا واحمد ومحمد. يلا حيهم، شلونكم؟ فيها بعض الاسئله يا الربع هنا في الفازه ذي، ودي اسال الشباب بما ان فيها نقاط، يمكن الشباب يحتاجون نقاط ويحتاجون. كيف حالكم يا شباب؟ ابو سراج شلونك؟ مرحبا. عساك طيب. ضاري شلونك؟ لبيه يا عين اخوك. كيف كيف عندكم المعنويه؟ اوه المعنويه عاليه، دام انا مقابلين وجهك سمعنا اصوات امهاتنا، هذه بحد ذاتها كافيه. وانتم يا عايض و وهل يقبل قمري؟ تدري ايش اقول لك يا مثل؟ اي والله قلت هالمعنويه عندك. سلامات، انت ايش فيتك؟ لا ضربة طرف ساعه وبيها شك. اح أيوه. بالله طيب ذاب ضاري نفس الاسد؟ لا هو ما يبي يعلمك، هو كان وياي بسالفه الاسد. ايه سالفة الأسد اللي نقز علينا. لا اي الله يسامح يا اخي، جاء واقسم بالله الله يسامح والله بلاش نفع عمارنا الأسد ذا. نرده في عرينه يرجع مره ثانيه، نرده في عرينه يرجع مره، ايش نسوي بس؟ طيب الله وجهك ذبح. انا 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 بسال نايف فيدي انت اللي ذبحته؟ شوف الاثار هني يا نايف، تقدر تسالف الاسد؟ احنا دافعنا عشان دافعنا عنه. طيب نايف، لو قالوا لك في متسابق طلع ابراهيم ودك انه يرجع، من هو؟ لا لا عطنا واحد شخص لا ترى مجامله ذي كلها كلام فاضي. سعود الوازعي ليش؟ عشان موضوع. طيب نعيد نايف عاد مايكك طاير اني انا اللي بطلع. يلا ابراهيم يلا. طيب نعيد السؤال نايف لانه ما سمع هو اجابته ما سمعتوها انتم المشاهدين. نايف كيف حالك؟ الله يعافيك. لو يقولون لك فيه متسابق من المتسابقين اللي طلعوا ابراهيم، من هو اللي ودك انه يرجع للقريه؟ والله ودي بهم كلهم يرجعون الصدق اللي حبهم. لا نبي واحد. واحد سعود الوازعي. ليش طيب سعود؟ عشان الموضوع اللي حصل. اي موضوع؟ اشوفه ما هو بيستاهل ابراهيم. وش الموضوع؟ موضوع الجوال وما جوال. طيب الجوال كم عليه خصم؟ هل اثبتون فيه جوال؟ خصم خفي. هل في دليل؟ ما طلعوهم في الكاميرا؟ لا ما طلعوا في الكاميرا ولا جابوا اي دليل. ما طلعوا دليل ولا شيء. كلام سليم. جوال. كلام سليم. سالتوها انتم مع سعود؟ انتم تدرون مع جوال؟ انا بسالت. سعود قالها قدام الشاشه. قال انتم قال اثبتوا لي دليل. انتم الرجال طلع بس علموني بالصحيح، هو طلع. لا لا ما قلنا لك. متهم بريء حتى تثبت ادانته. يا سلام. البرنامج لحد الان الاداره ومن مدير البرنامج ومن مدير القناه من ترك الدوسري الى اخر شخص في البرنامج. ما في اي دليل لحد الان او اي ممسكه على نفس الشاشه بدون تحيز يتكلمون يهدرون بما لا يعرفون. طيب يحطون في الشاشه ما حطوا ولا ما تتخذ قرار بدون دليل هذا قولوا لا اله الا الله. انا ما احب والله العظيم الامور ذي شو ما شو اقسم بالله ما دانيها، بس اني ودي اتكلم عن شف جله من لا يخطي. صح. اذا كان في خطا اذا كان في خطا، لكن انتم يا اخويا هل شفتوا معه جوال؟ ما في الرجال قالوا انه عنده جوال وهم ما ثبتوا. شنو الاثبات؟ طيب عطني. طيب من هو اللي اتهم ان سعود معه جوال بدون تحيز؟ اول شيء الاداره صدقت بدون تحيز. صدقت بدون تحيز؟ نعم. وليش انتم تصدقون بدون تحيز؟ ولا الاداره طلعوا ابراهيم؟ ها طلعوا ابراهيم الرجال طلع وقلنا اثبتوا الدليل جابوا مرتان. هو جاء عند المعيدي وقال ارجع مت ابراهيم. بعد اخر شيء النهايه دق وسطان قال ابراهيم راح البراء عشان الجوال. ليش قال معك جوال؟ طيب وين الدليل؟ وعلى اساس ابو سلطان يقول معك جوال هو ما شاء الله؟ يا اخوي في الاسلام شو يقول لك؟ هذا اللي احنا نعرفه في الاسلام، اذا شاهد عليك شاهدين اثنين حلفوا بالله ومزكين صحيح ان معه تليفون اثنين شهادتين في الاسلام لا صدقوا خلاص بس وين اللي حلفون اثنين؟ ما في اثنين يحلفون. طيب جيب لنا اثنين يحلفون بالله اللي معه تليفون خلاص صدقوا. احنا قلنا اثبتوا بدليل. طلع ترك الدوسري مع احترامي وتقديري له تكلم في مقطع ان الاعداد قالوا. طيب وين الدليل يا ابو سلطان؟ اي طيب هو تكلم امس الظاهر او قبل امس يوم طلع مقطع صح؟ ما في شيء يبين ما في شيء يبين. هذا شفناه في بدون تحيز يعني علامات استفهام واجد والله. يعني شو بدون تحيز جايبين فيديو لي؟ جايبين فيديو انا اكلم منصور ادم اكلمه تليفون
مكالمة سناب وجه الوجه، قالوا أنت مكلمة قبل أمس وطالع من المنتجع. حبيبي وين صح النوم؟ الفيديو هذا يوم تصفيات أسولف أنا وياه واضحة في كجبونة ذلحين. صحيح والله؟ أي والله صحيح، بدون تحيز ضاربين لهم جدارا. طيب لحظة، الآن الإدارة بناء على ان 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 انهم اخذوا من كلام بدون تحيز زين، ودخل سعود ابراهيم. طيب سعود يوم دخل ابراهيم، طيب يمكن الاسئله اللي ما جاتها، يمكن الاسئله كل سؤال يجيب لك مغص اكثر من السؤال الثاني، اسئله كلها يا طول عمره السلامه شو اسمه ميلاد وتواريخ ودين طبيعي، هذه الاسئله الثقافيه يعني. كل اسئله تواريخ نختبر اختبار الان قدرات. سعود الوازي ما توفق كل الاسئله، سعود الوازي ما توفق في الاجوبه. طيب حلو، ما توفق ما توفق للامانه، ما توفق في الاجوبه. جميل، هو ما كان معارضتكم ليش سعود دخل ابراهيم؟ اسمه ما كان ابراهيم، هو استدعاه نومينيه، استدعاه ابراهيم العيدي. قال سعود وازي انت ما انت ابراهيم، سلم عليه مو ابراهيم. نهايه الفقره دق ابو سلطان، قال سعود الوازي ثبت معه جوال ابراهيم. طيب اثبت لي، عطني دليل عشان نحب دليل. جابوا لنا دليل ابو سلطان يتكلم. طيب شباب معليش، ان كان الموضوع كذا انا والله اذا بتسمحوا لي يا الربع ابدخل في الموضوع مدخل خير. لا للقناه يا الربع على ما قال القناه بيه بظلم احد، من مشيئه الله سبحانه وتعالى زين. وانتم يومكم تتكلمون عن خويكم وتدافعون عنه، وسالتكم قلت ميتكم معه جوال، قلت لا. ترى السؤال هذا تعرفون انه ما يحتاج عز الله. صحيح، يمكن بعد يحلفونكم انك ما تدري ما مع ابن شو اسمه الوازعي. والله العظيم ما شفنا معه جوال نهائيا، الله بسمه يا رجال نهائي. احنا اصبحنا ومشينا للرجال يقولون سعود الوازعي قفطنا معه جوال. طيب اثبت دليلك، اثبت دليلك. قالوا لا، قالوا انت يا نايف حتى مطلعيني معه بدون تحيز. انت شو مسوي؟ ما ادري، تعال يا نايف ليه مع سعود جوال. انا محمد منصور يقول لي انت شايف انك ترند وضاربه مقاطع لك في الملايين وضاربه ما ادري شو، طلع تليفوني معك. قلت زين، انا مستعد منهم الاداره، ما اخذ تليفون من الاداره بنقاطي. انا داخل في المقاطع هذه كلها. وقلت له وضحت له انا، قال لا. انت تكلم منصور بعد وانت 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 وانت. البلا كله من بدون تحيز، البلا كله. ما يدرون هي تقرح يا الربع انتم بس. قسما بالله العلي العظيم يا جماعه الخير، يا مشاهدينا الكرام، يا مشاهدينا الكرام، بدون تحيز اقسم بالله العظيم ما منهم الا الشر ولا منهم خير. ما يدرون هي تقرح يا رجال، ما منهم خير. يمكن وجهه نظر انهم بعض الاحيان انهم ينتقدون انتقاد بناء، اذا كان في انتقاد بناء فعلا 20%. حاول انتقده طال عمرك، غسل شراعه، اغسله اغسله اغسله، خلاه هناك. واللي يمدحه ويثني عليه ما يعطيه نقاط، صح ولا لا؟ ما يعطيه لا نقاط ولا يعطيه دافع معنوي. من هو المتسابق زين اللي جابوه بدون تحيز واثنوا عليه؟ حسنتين البدون تحيز بس، رجوع مهند بن فردان، وامس يوم يعطونا ارقام القياسيه اللي كسرناها. هذا مو حسن منهم، هذا من الجمهور، من الجمهور حسن. المشاهدات هذه اصلا كلها لهم بدون تحيز، هذه فعلي مناي انا وانت ومتسابقين. الله الله، اللي تعبوا واللي جاهدوا واللي خلوا المشاهدين هم يصيد دافع معنوي لنا اصلا. ولا احنا ازيدك من الشعر بيت. بدون تحيز يوم طلعوني مع سعود الوازعي سالوني، سالتهم انا قلت هل في دليل؟ تهربوا من السؤال، قلت هل في دليل؟ قال ايه في دليل. قلت عرض لي، طلع سعود الوازعي ولا جاء دليل. لا جاء دليل، جاء دليل. تركي الدوسري يتكلم، حطوا تركي الدوسري متكلم في فيديو. زين هو دليل، شكل دليل من سناب تركي الدوسري. وين الدليل يا اخي؟ سنابات دي خرميط دي. انا اتكلم عن الشيء شيء رسمي. شوف، ما في شيء رسمي، احنا نتكلم عن شيء رسمي. ابو يارا رجع لك تسلم. انا متاكد ان ابو يارا ما يحتاج، ابو يارا له خبره سابقه في برامج الواقع وكم برنامج نجحه ابو يارا الله يعطيه العافيه، وابو يارا معودنا على العلوم الطيبه. لكن انا واتوقع ان ابو يارا ما يرضى بالظلم ابد، لا ابو يارا ولا غيره ان شاء الله مرضين فيه. لأن أبو يارا هو مشرف اللي هو سامي الجعوني، هو مشرف الظلم على نفسه. نعم هو مشرف القناة. فأنا يا جماعة الخير جل من لا يخطي، يمكن هذه زلة، يمكن تركي ما له قصد يوم تكلم الدوسري، يمكن بدون تحيز ما لهم قصد، يمكن ما حد له قصد، يمكن كذا جاءت أن سعود أنه يطلع. لكن ودي، بس ودي
طلبا وليس امرا. حنا على ما قال ترى عود من جيز حزمه، ما لنا على ما قال، حنا دخلنا مدخل خير، ما ندخل مدخل شر، لا انا ولا اخوياي والله العظيم، ولا ودنا ان احد يطلع منا، وانتم قبلنا ما ود احدكم يطلع من ذا الباب وهو مظلوم. لو انكم انتم تظلمون كان على ما قال ما رجع مهند وبيض الله وجيهكم يا الاداره، رجع مهند وخذ حقه وعطيته حقه، لكن ودنا الان ان تشوفون موضوع سعود الوازعي. راجع بالموضوع، مراجع راجع بالموضوع، شوف اليومين اللي راحت ما فيها شيء الربع، هذا تنافس وبرنامج، ودنا ان 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 ان, أن, أن تسالون تحيز المقدمين، المقدمين والله ما يدرون وين الله حاطهم، ما غير يتكلمون، بعضهم يبي الشو وبعضهم يبي التفاعل وبعضهم يبي الريتويت وبعضهم يبي المشاهده، صح ولا لا؟ هم يعرضون على شيء. انا في انا عاد زايد نبي دليل ان سعود معه جوال، ولا يطلع رجال يقول والله العظيم اني شفت الجوال مع سعود، صح، وياخذها في ذمته وبصره. نعم انا يا مفلح اللي تبونه مني على خشمي، صح انك بتقول مالك دخل، لا انا سعود معنا وكلنا على ما قال في المركبه سوا، ونجاحنا من نجاح البرنامج، والله يبيض وجهكم. واعيد واكرر، القناه بمشيئه الله سبحانه وتعالى ما تظلم، ولو انها بتظلم كان ما رجع مهند بن فردان. صحيح. مفلح صار. الله يبيض وجهكم على كل حال وعلى الانصاف اللي تقومون به، نعم. لكن ود انكم تنظرون الموضوع سعود. صلى على النبي. برجع لك يا ابي اثبت لك انه ما في محاور عندهم. اثبت لك انه ما في محاور، تخيل. وين مفلح؟ وين مفلح؟ وين مفلح؟ وين وين؟ جاء مفلح. مفلح سؤال ورد غطاء بسرعه، يلا جاوب لان عندي محاور اهم منك. زين انت صار لك ساعه تنادي باسمي ومقعدني اول واحد، تبيني اجاوب بسرعه لان في محاور اهم؟ يعني بالعقل حدث العاقل بما يقل، لو انك انت مو محور مهم ما قال لك اخلص بسرعه لان في محاور اهم منك، صح ولا لا؟ شنو السياسه هذه؟ يلا معك جوال، يلا ولزق معك اثنين. اصلا انت تتمنى تكون محور عندنا، اصلا انت ودك انه يكون عندك محور، اصلا انا يا عايض، انا يا عايض اذا ما لقوا علي شيء تدري ايش يجيبون؟ انت قاعد تكلم منصور دمي، شو ما انت محور لمنصور دمي وانا؟ خلصت المحاور كلها. ايش دخل منصور؟ ما عندهم الا هذه السالفه. كل ما جيت جلست كرسي هنا قالوا انت مالك الا منصور دمي. صل على النبي. اكثر من مره فقره بدون تحيز يجيبون مقطع يقصونه، يجيبون كلمتين. الله الله. فانا اتوقع انهم زودا على ذلك، اتوقع انهم ظلموا السلطه العليا وجابوا مقطع مقصوص له. لانه مستحيل ان السلطه العليا ياخذ في ذمته شيء. يا اداره ارجوكم رجاء خاص، بدون تحيز خمسه ريجين وكل واحد له خبره في الاعلام. ما يمكن واحد اثنين توهم طالعين في البرنامج يتعلمون، توهم ما يدرون وين الله حاطهم، لكن انا اشوف ان انكم تنظرون لمقدمين فقره بدون تحيز، يعني ما تدخل، لا تنظرون المقدمين، لا تدخلون هالمواضيع مع بدون تحيز، ارجوكم رجاء خاص، يعني وجهه نظري يا الربع. او يغيرونهم او لا. يغيرون واحد اثنين ها يعني ولا يتعدلون، لا اثنين اثنين يتعدلون يغيرون ولا يتعدلون ثلاثة. والله يا الربع ترى الظلم ظلمات يوم القيامة، والله العظيم ما شوف انا ما يهمني تفاعل الجمهور ولا يهمني الكلام ذا كله، يهمني الشيء اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. صحيح. انا شوف البرنامج ما راح ينجح مال بدون تحيز الا يغيرون اثنين، هذاك اللي يقول لك ساعة ولك ثانية ولك 15 جزء من الثانية ولك 15 ثانية من الجزء، والثانية ابو قلم ازرق الله يغيرون الخمسة يا ابو. طيب كلهم الخمسة يغيرونهم ويدقون على نجم ولا يقفلون بدون تحيز نمشي ونرجع. والله العظيم فعلا لو بدون تحيز من موجوده كان سعود جازم معنا. ها يا جماعه بدي ما في شو، ما في هم احلى ما فيهم يجيبون الشو. اي في مسكوك عادي ترى الفقره دي معروفه بالشو، ما في شو والله انك صادق. اي والله شو ما في، بس نبي شو. انا تدري وين عين الشو؟ في عندكم يا المتسابقين، والله اني صادق. تعرف احنا نعطيك اياها كاش نلعب نستانس ونضيع وقت، هم عندهم ولا شيء. تفضل حياك الله. يلا اتحداك تجاوب. يلا 16 واحد. ما في حاجه، تدري انا طلع متسابق ذاك اليوم ولا قطعك برجع لك ابو سنيد. طلع متسابق ذاك اليوم جابوه، والله ما ادري من هو. زين قال يلا برر، ما ادري واحد من المقدمين يساله والمتسابق ما ادري من هو. قال برر، ما يمديه يتكلم. قال يلا 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 اطلع اطلع برا اطلع برا قطعك المايك عنا اطلع. طيب انت دعيني ابرر اتكلم. ابد ابد محاكيك اللي انت تحاكى عنه. يطلعوني ويستدعوني. شكلها انت يا انا نايف الرفيدي. تعال سلام عليكم. فيد صوته ليه يرد السلام. صل على النبي. مره فيها مقابله معهم هنا جيتهم، والله اني ما تحاكيت اني ساكت كذا طالع. قال فيد صوت نايف الرفيدي.
لا ما يصلح لازم يشلون التفييد ولا يشلون تركي الموسى ولا تبي اللي يبلى منها اللي يبلى منها وين ضاري جيت قعدت وانا اسولف وياهم بنص السالفه يوم حشرتهم حشر حشرتهم حشر وانا قاعد اسولف وياهم تخيل ايش يسوون مفلح عندك الو الو يقعدون يسولفون بالتليفون كل واحد ماسك تليفونه ويطالع بعض علشان يتهربون من الوحور ويقفلون السالفه يعني انت الحين مستدعي لك رجال تسولف وياه شوف النار خرجي بنص الموضوع تمسك الجوال وتلف يمين يسار عشان تضيع الموضوع لا كلام فاضي فترة سخيفة الصراحة يعني. طيب يا الربع صل على رسول الله ابويا رجع له يسلم بيشوف الموضوع والله يبيض وجهه وممكن وجهة نظره عنده يمكن تكون هي اصح من وجهة نظرنا ولكن احنا طرحنا وجهة نظرنا والقرار يعود او للإدارة او يوضحوا لنا بس نعم هذا الكلام ولكن حنا على ما قال جالسين نوضح والآلية المسابقة يعني على ما هي عليه طيب ونشكرك على الكلام الطيب اللي طول والله العظيم ما لنا فضل ولا ما ودنا على ما قال ولا بشيء صحيح طيب يا الربع عندنا سؤال مهنية أيوة يقول لك نايف الرهيدي اي ابي موقف منك كوميدي مضحك ما تنساه كل ما تتذكر ترجع تضحك موقف كوميدي اذا ما تذكرت بامكان الشباب يجاوبون اذا احد عند الشباب والله موقف كوميدي انا مره قدمت لي على وظيفه ايوه وكان راتبها كفو طيب ويوم جيتهم في الوظيفه وتقابلني واحد لبناني هنا اهلين مستر نايفو تقلطني وانا اجي لهنا في قاعه صدى ظاهر منيب كان شغال عندهم ما ادري الوكاد وانا اجلس له قدامي واحد على يميني اثنين يميني يساري والبنت جالسه بجنب الواحد ذا ويسالني وانا استرسل معه ويسال وانا استرسل هذا جيبي نظاره والجوال حاطه على ركبتي وانا اجيك ابى اعدل الجلسه انا اموري تمام خلاص قابليني وابي اعدل الجلسه افتح يا الجوال طلع صوتي الصدع طيحت الجوال فابغى اخذ الجوال يعني انه موضوع عادي مقدر ومكتوب انه يطيح فانزل باخذ الجوال افتح يا النظاره من جيبي فابغى تلاحق النظاره في الصفقيه جابتي في الطاوله الا دموعي يوم تجمعت ضيم احراج على احراج ضيم فطالع في اللي قدامي له يوم قال فطالع في البنت لهم وانا اقعد والله انه يسالني عقبها اني ما ادري وين ما ادري ما عاد في الوظيفه ولا عاد ولا اقبلوني قالوا بنرد في الوظيفه دي ولا ما قالوا بنرد لك وعادم لي الله يوفقك لا عينك يا ربي يوفقك والله موقف ما يحتاج طيب محمد بن سراج صادفت ملقوف في حياتك اكيد 100% صح يا ملاقيف ملقوف ملاقيف طيب وش صار بينكم يا ولد كيش صار بيننا صارت وش اللي ما صار ادخل في بيتك بعد نبي موقف واحد طيب موقف واحد والله المراقيف واجد اللي من المراقيف اللي انا ما ادري نشده اللي ينشدك الله الله هذا تصفى اسرارك يا ولد تطفى كم بحسابك وكم بحسابك لو رحت المكان وجيت وين رايح منين جاي ايش عندك وين رحت ليه متعودت متى رحت بالحاله في كل شهر ايش عارفني هذا ما دل نشده انا هذا والله موقف هذا اللي لاحظه يعني اكثر عيال اي هذا اللي عزل هذا هنا بعد في ملاقيف هنا هذا اللي واجد دول هذا اللي مهم ملاقيف هذا اللي عايشين كذا والله العظيم طيب هذا السؤال اسال يا رجال لا لا ذا ما هو بصالحكم يطول علينا طيب اعطونا سؤال ثاني والله اي هذا يصلح لك لانك انت انسان رومانسي وجل لو بيدك يا ضاري ترجع بالزمن انت ترجع بالزمن للوراء لاي زمن ستعود او ماذا ستفعل لو رجعت هذا سؤال صعب لحظه شوش حبه حبه لانه المخ هني قاعد تنشط خلايا ترجع حاجة. ست سنوات وراء ولا شيء لا انت على طاري ست سنوات الا مسكت لك قزاز كسرتها القزاز يرجع نقول لو ما يرجع القزاز صعب تصلح شيء ينكسر بس لو تبي ترجع يعني القزاز الحين منكسر عندك لا اقول احنا على سبيل المثال ما في شيء منكسر يا رب قلبك لكن لو برجع ست سنين ورا
رجحنا اكثر بعد واجد بعيش طفولتي اللي عشتها بالحفر من احلى ايام عمري. يا سلام. اي والله عسى الله يوفقك يا ضاري. الله يجزاك خير. طيب طيب عايد الزايد، اذا طلب منك ان تعطي نصيحه لشخص متشائم بالحياه وش بتقول له؟ طايق بالدنيا تكدر بخير فيك، ايش بتقول له يا عايد؟ متكدر من الحياه شو من ناحيه شنو يعني؟ متشائم. متشائم. متشائم يعني شلون؟ يعني ما عاد بالحياه؟ يعني متضايق. متضايق. لا يتشائم من كل شيء، انا بدخل برايم، انا بطلع انا كذا يقول انا مثلا انا اليوم يا الربع انا وش اسوي؟ انا بالحياه ذي تعبت وتضايقت. مثل ما تفضل محمد السراج. يعني قال انا بطلع اليوم برايم علي خصم، انا خايف، انا بياخذ مني فريقي بيخسر، انا متشائم. هذا اول شيء لازم يؤمن بالله. قضى الله وقدره. نعم قضى الله وقدره. لا صار شيء معه. يعني مثلا مثل ما تقول دخل برايم استبعد من برنامج صار له شيء، لازم يقول هذه خير في مختاره الله. صحيح. هذا شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لا يضيق ولا شيء. يمكن الله سبحانه وتعالى يطلع في الساعه هذه في اللحظه هذه اطلع شيء قدام افضل من الشيء اللي عنده. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه ما تدري يمكن خير من الله سبحانه وتعالى. صح صح. نعم هذا كان بدايه مشوار لك مثلا. لو طلعت بيض الله وجهك. يعني بتروح تنصحه؟ انصح. اي والله انصح. يا سلام. ما فات فيه النصح؟ اي بدا الشيء بكره. شو اسوي؟ انا نصحتك مره مرتين ومسكت هذا الكلام. طيب شباب ابي من كل واحد، من كل واحد يقل. تعرفون المعدين؟ معدين فقرات. ايه. سالم بن سعيد. ايه. واحمد وراشد ومشعل، تعرفونهم. ابي كل واحد ياخذ شخصيه ويقلدها، وكل واحد له 50 نقطه. حلو. قم يا نايف. أنا اذا ضبطها. انا مشعل. أنا مشعل. وانت عايد؟ انا محمد. محمد. وانت محمد؟ انا سالم الغامدي. سالم الغامدي. انا هذا ما ابو تلاقي وافتراق. من هو؟ ايش اسمه؟ ابو تلاقي وافتراق. عادل. عادل الحربي. يلا تبي مشهد سريع؟ اي عطنا اول واحد دخل. قوم نايف. مو بعادل احمد. اي هو إيه. عادل. اي احمد. احمد عبد الرحيم. حلو. يلا بسم الله. لا مو احمد عبد الرحيم، انا ابي هذا. واحد 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 واحد. يقوم الاعداد. من الاعداد. يلا انت ضاري بعدين نايف بعدك. انا عندي مشهد تمثيلي مال تلاقي وافتراق. يلا تقلد المعد انت؟ اي على انه جايكم. على ان هذا عنده الحين مقابله مع اهله. اي خلاص خليه يجلس. لا لازم يكون واقف عشان. يلا يلا بسم الله. يلا معايا اخو نايف. اي اي ارحب ارحب يا مرحبا. السؤال الاول يقول يا اخوي نايف تفضل. متى تخرجت من الثانويه؟ ما بطيب والله. اي شوف السؤال هذا يا طويل العمر والسلامه كانت اجابته اي سنه قلت؟ مبطي تقريبا. اي سنه؟ حط لك سنه. عام 2001. لا اخوك قال لي سنه 99. السؤال الثاني متى اخر مره تضاربت مع واحد؟ مبطي. مبطي. لا كلها مبطي. امس متضارب مع واحد. اخوي نايف تبي برايم ولا تبي اهلك؟ بسرعه. كله برايم. وهذه ابي برايم. مو والله يلا ضبطه يا شباب. ما ضبطه. 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 كم في كم من كم من 10 سالب 10 يعني 50 خصم. خصم اخو سالب 10. اذا يا رجال تحيه لباري خصم 10 نقاط لانه ما قلد الشخصيه. صح والله قلدته يا رجال. ها والله قلدته. لا بس ما ضبطته. صح. فدا فدا. يعني 9 من 10 خلاص. يلا نرجع لك بعد شوي. طيب اللي بعده نايف. انا انت تقصد مقدمين ولا لا؟ المعدين. معدين. لان الرجال قلد المقدم. انا قلت معد. الحين انا معد فقره. المعد الفقره حق الطبختين. سالم. سالم عند محمد. يعني مش على العتيبي. ها مش على العتيبي. يلا مش على العتيبي. ارقد ارقد. كيف كيف؟ لا بعلمك. هو دائما يجينا صحينا مش على العتيبي. ارقد. ايه لا ارقد حن رقود. يجي امي يقول راح اجيب لي ايدي. لا لا ما عليك. عايض؟ عايض قم. قم مع النظاره الكبيره كانك ذبان. قم. قم قم. داش عياده بنظارتك. ها مسوي ساحر طلع ارنب. قم قم. الله يسعدك. يذب عليك لين تصحى. تصحى وانت تضحك. بس الله يرضى. 50 نقطه النايم. هاي. طيب ابو سراج ارقد. هم يقومون تخصص يقول يا سالم الزهراني. منو؟ سالم الزهراني.
يلا عيال الصلاة عيال عيال الصلاة يلا قم بالناموس بالناموس قم قم النوم يلا كيف الحال يا مرحبا يا يلا الصلاة باقي خمس دقائق يا الناموس والله بطل عليك قسم بالله 50 نقطة وبيض الله وجهك عندك سالفة صح جوبه صح اشكرك ويسلم عليك وانت تقول قم من النوم كيف الحال شو حالك قم عشان ما اجي كف ها طيب عايض من بتقلب؟ أحمد عيسى أحمد عيسى؟ تبيني أعطيك جوال شيء؟ إيه هاك أوه بيجيب العيد يجيب العيد الله يستر ويجيب الأكاب كذا ترى يجيب العيد يلا يلا تعال يا والله إني أدري وش بيسوي قول لا إله إلا الله يا رجال امشي قول لا إله إلا الله حق لا خليني أبوك عبد الرحيم يلا يلا دقيقة لك يلا ايه ابو قصة ابو قصة يلا عايد يلا شو تسوي انت يا ولد تحضر محمد عيسى ان شاء الله هذه تجربة والله صح والله والله العظيم قلده صح بيض الله وجهك محمد عيسى 50 نقطة تستاهل الحين انت تبي من الاعداد صح؟ تبي من الاعداد صح؟ اي يلا يلا محاولة أخيرة والله العظيم ضبطتها صح هذاك من هذا؟ أحمد عبد الرحيم يلا شبك شبك بس أنا ناقص تقويم شباب ابي ليت حار ابي ليت حار عندك ليت حار ابي ليت حار شباب عندك بس ابيك المحتوى بضبطك روح انا اسوي لك فقره حلوه روح يلا يلا روح عافيه يا شاطر حبيبي شباب يلا شباب الفقره يلا نايف قوم حبيبي يلا شباب ابي ليت حار يلا عايض قوم حبيبي ليش حار والله نصح عليك والله بيض الله وجهك كم هذا مدري يلا 50 نقطه يلا 50 كل واحد 50 طيب شباب والله حلوه هذه بيض الله وجهكم الحين بنسحب من التاج 50 نقطه عند نايف معك شيء قبلها ما ادري والله ذي ما ادري انت قيمت في شيء لا وشي اعطيتك شيء قبلها لا طيب عايض لا اي اتصال لا انت لا خلاص 50 نقطه عايض ضاري 50 10 قبلها ترى 10 40 يوم غنى اي 10 60 ضاري محمد اسراج 250 225 و50 225 حقت ايش؟ حقت لغه عربيه صح فصحى ايه 275 محمد بن اسراج سجل زين محمد اسراج 275 طيب شباب الحين بنسحب على البزنس 48 يجي ان شاء الله طبعا مهميه 200 ممتاز خلاص من امس ترى يا مشاهدينا خلاص فقره المطبخ صارت فقره يعني هي اساسيه اي والله اساسيه صح. زين صارت اساسيه بعد والناس اللي يصحون من بدري عشان الفقره والله العظيم لهم حق وهذا الجمهور والكيان العظيم اللي يقوم ويتعب لاجل مثلا متسابق يشجعه ويدعمه قالوا الإدارة بندبل درجات نقاط الجمهور وبندبل درجات الشيف سلام بيض الله وجيه المتسابقين يقعدون قبل فقرتك بساعة من كثرة حماس أي والله فالتاج يصير يوميا حتى مع أحمد العوض من بكرة يوميا 600 نقطة كل متسابق له 200 نقطة الشيف كل متسابق 600 كل متسابق له 300 حلو حلو يعني يمكن الواحد يطلع من الفقره ب 700 نقطه ممتاز مع بنشوف بعد شوي يلا
يلا بسم الله. بسم الله. طيب أنا قايل لكم لا تكررون الاسم، لا تكررونه والله العظيم. أكيد اسمي واضح. سم. يلا عطونا. يلا بسم الله. ألف مبروك. لا عاد تكررون الاسم يا طلع، خلينا ننزل بننزل. حق لهم يا أخي، حق لهم. لا والله لا يكررون، ياخذون مساحات غيره يا أخي. شف. القوة لا بارك. تخيل تغريدة واحدة تاخذ مساحة تغريدتين، الصفحة الواحدة فيها ثلاث أربع تغريدات، تاخذ مساحة أربع تغريدات. هذا خبز إعلام يحبون. ها؟ خبز إعلام يحبون عشان كذا يبون قطنا. طيب. يلا بسم الله. من تتوقعون أول 200 نقطة هي الربع المن؟ واضحة واضحة واضحة. ها يا عويض. كلك ثقة يعني. الهمبلة. كامل. أبشرك من الهمبلة يلا. كامل كامل. يلا همبلة وطق حجاجك يلا. هي حجت. ضاري. كان واضح. يقول بغوها مناوس بغوها تحدي من جمهور معروف. جمهور ضاري معروف. شوف والله بركان. طيب 1000. ما يبي لها كلام. عافيك رحت. يلا شباب. وقف عند اسمي فلايره. الميتين الاولى نقول وقف. متكرر الاسم مع الاسف. هم بعد ضاري. فاطمه لا تكرر الاسم. بيض الله وجهك يا فاطمه. هدها يا ميسي. بركان السند هذول يا نايف يخوفون هذول. لثار البركان خلاص. باشا الغيد ما كررت الاسم. الف مبروك 200 نقطه. ضاري بن سنيد. أقول لك يا نايف ما تصدقني. طيب. بيض الله وجهك يا باشا الغيب. الميتين الثانية يا جماعة الخير. ألف عافية. بنت رجال. بتكون من نصيب. من نصيب من؟ من تتوقعون؟ أهم بعض ضاري لا. أتوقع أنهم بيكتبون مبلغ مشعل. ليه؟ ودي إني متسابق يسحبوني. طيب. يا زين هو زين. خلني إيش بلا هذا ما يحدث. انت وصلت امس ترى. خلاص 15 دقيقة نبداك. ما شاء الله. جرب. اي والله ما بعد. سلام. يلا. تعالي. يلا بسم الله. يلا يلا ترزقهم. بعد متكرر الاسم. هم بعد ضاري يا اخي خلاص يا جمهور يوقفوا. المرة هنا عاد خلاص في فرصة. ليونيل صح. يا بيليه. ليونيل ضاري. طيب. يا اخي لا تلومني. الميتين الثانية من نصيب من؟ يلا بسم الله. وقف. بعد الهنوف تقول ضاري. يا عبلي لكم يا جمهور. شمالك يا باري الرمادي. عطر السيه هنا. وبعده شنو؟ يا باري ديور. بعد مياس الضاري بعد. ولا قفل خلاص قفل. طيب عطى الاربع. هو اصلا هو يختم التكرار فينا تناسك فينا. يا علي فدوا يا جمهوري جلني ابداكم. مها عبد العزيز. كربوا الكاميرا عليها. على الاسم 200 نقطة. نايف رفيدي. يا سلام عليك. نايف صح يا نايف جونيور. كم مرة جاء على اسمك؟ ما ادري دشيت مساعد جنس يا رجال. لا 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 هم ثلاثة. لا لا ثلاثة تكفون ارجوكم رجاء خاص. خلوا ثلاثة خل الرجال. يستاهلون والله الشباب يا فلاح. يلا يعني أنا بطلع فائز ياه بعد نايف الرفيدي صفر عطوه ما صفر قاضي رد له رد له يلا يلا قول واحد نايف الرفيدي خلاص لا تكررون يا الربع والله العظيم تعبنا قسم بالله ايه بركان السند كثار خلاص تراني اخوي بركان السند اكيد قوي روحي وزرع صور معي عطوه عطوه يلا سجل اسمي ها وقت تحط الأحدث والله الأحدث إنها طيبة طيب وقف رزان بعد نايف أجد تفصل أنا على 17 مليون مرة يا نايف أصدق لا وين ها الأحدث طيب خلنا نسي يلا ها وقف راي دقيقة اصبر
رغد عايد الزايد حاول كرر زال زال انا من كثر ما ادري في غرفه الطبخ اشوف اسمه يتكرر اسمه يتكرر يتكرر يستاهل والله يستاهل يستاهل 200 نقطه لعايد الزايد هذا اللي دايم معك في الظهر قوم الضوء عشان تتذكر اسمك طيب الان 200 نقطه العايد و200 نقطه النايف و200 نقطه لضاري سبحان الله انا جاتني 200 سبحان جاتك 200 لو جاتك 240 لا يعني إيه والحين جايته بعد مات المطبخ والله ما تاخذها انقلها الله تحل والله باذن الله صل على النبي لا عدي حلف يا شباب صل على النبي بدون حلف صل على النبي اقول على شغله المطبخ تدري شلون عيونه ايش يقول يقول الشاعر يرهي على فوش من قطع طرف عله شوف هو كم شب وكم شب فالح صل على النبي دقيقه ابو فراس دقيقه تبيني اصرح من الحين والله مو بغزو صادق قحطان وخش طرف اخوي اخوي فلاح تبيني اصرح من الحين امسك البطل ما يصحى بطله 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 فوزهم انت الموضوع خلاص يا خويك خويك مروه اذكر الله خلاص انا شويه والله خويك مروه شرفتنا شرفتنا يا اخي ما احب الموقف هذا في النهايه هو خسران الف مبروك للي فاز معنا اليوم ظاهر محمد بتقييم الشيف ابو علي ومشاهدينا الكرام الله يعطيكم الف عافيه وبيض الله وجيهكم أنت على مشاهدتكم الطيبة والممتعة وراكم بإذن الله الأسبوع القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى راح أعلن النتيجة والشباب راح يكملون بعدها الرياليتي ونقول ألف تليريون مبروك 600 نقطة والفارق بين الفريقين 15 نقطة 15 خالصة أنا دوني شهر 8 خالصة وليد محمد وليد محمد وش وليد محمد وليد محمد هذا فز وليد محمد راقدين هذا حاطني على اسم المدرسة طيب ألف مبروك للي فاز معنا اليوم بتقييم الشيف أبو علي 600 نقطة يا معود لا حزر هذا العصر يا أبو نايف رفادة هاي على الصدام على الصدام وقعيتنا على الواقع جميل وقعيتنا على الواقع جميل وقعيتنا على الواقع جميل بزنس اثنين التحدي يا جماعة مستمر في كبر قدره وارتفاعه
واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا على الواقع جميلة، واقعيتنا طرا طن طن طرا طن 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 طرا طرا جميلة، واقعيتنا الصدام يا باري سنيد لين فزت عليك يا نايف احلى فقره قاعد تموت وهم يقولون باري سنيد نايف يموت داخل يا خوي يقول ليش ما يقولون نايف الرفيدي خوي تعال تعال ما حد كلك الا من خويك الخبال خذ ابن عمي الخبال اكلك الحلا يا ابن عمي نام عيني يا ابن عمي على الطراق نفتح مطعم يلا خذ لك اوف والله والله مجنون والله رب البيت واقعيتنا على الواقع جميله رب البيت مجنون يا محبين او ماي جاد هدي 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 شيك والله مجنون